طبعا مساءكم. سؤالي لك ليكما، بغض النظر عن الخطاب السائد الآن، هل يمكن لأي منكم أن تذكر أمرا إيجابيا تحترمانه في كل منكم؟ هل تجيب أولا؟ هل تريد أن تجيب أولا سيد ترامب؟ إذن أنا بالتأكيد سأجيب، لأنني أظن بأن هذا سؤال وأمر منصف. أنا أحترم أطفاله، أنا أحترم أبنائه، هم متمكنون بشكل كبير ومتفانون، وهذا يفصح بالكثير عن دونالد ترامب. أنا لا أتفق مع أي شيء مما قاله، ولكنني أحترم عائلته، وهذا أمر، وأبنائه، وكأم وجدة أظن بأن هذا أمر مهم بالنسبة لي. أنا أؤمن بأن هذه الانتخابات قد أصبحت so conflict oriented, so intense, معقدة، لأن هنالك الكثير مما هو على المحك. أن الأوقات ليست سهلة، الأوقات صعبة وفيها تحدي، وسوف يتم اختيار رئيس سوف يضع سياسات ليس فقط لثمانية أعوام، ولكن بسبب أهمية بعض القرارات التي سنتخذها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج، من المحكمة العليا إلى الطاقة إلى ما إلى ذلك. فإذا هنالك الكثير مما هو على المحك، وهذه الانتخابات الأهم حتى الآن، وبالتالي حاولت أن أقدم خطط محددة وسياسات محددة حول ما سأنجزه عندما أصبح رئيسا، وبالتالي آمل من الناس أن يقوموا برؤية هذا بأم أعينهم. نعم، لقد قضيت 30 عاما أو يزيد، وأنا أحاول مساعدة الأطفال والعائلات، أود أن أستفيد من كل هذه التجربة في وأستغلها في البيت الأبيض. عبارتها بشأن عائلتي هي سأعتبرها مديحا، وسأعتبرها وسأأخذ بحسن النية. نعم، أنا أفخر بأبنائي وهم رائعون، وأعتبر ذلك إطراء. أما فيما يتعلق برأيي بكلينتون، هي لا تستسلم، وأنا أحترم ذلك فيها، وأذكر الأمور أنها مقاتلة. ربما أختلف مع كثير من الأمور التي تقاتل من أجلها، أنا أختلف بشأن أحكامها ورأيها في كثير من الأمور، لكنها مقاتلة ولا تستسلم ولا تيأس، وأنا أعتبر أن هذه خصلة رائعة جدا. شكرا لكم.